حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونشكر زميلنا مصطفى ستار على ما تفضل به من الحالة الجوية في كربلاء المقدسة وعموم محافظات عراقنا الحبيب. اليوم عزاءنا لمولانا الحسين عليه السلام وأهل بيته صلوات الله عليه أجمعين، ليس ولم يقتصر في العراق وفي كربلاء، بل تعدى إلى كل أنحاء العالم وإلى بلاد المهجر. اليوم يصادف استشهاد السيدة رقية عليها أفضل الصلاة والسلام، وبعد يومين نعيش أيضا ذكرى شهادة مولانا وكريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك هناك مجلس عزاء في السويد، هذا مجلس العزاء إن شاء الله يقيمه المهاجرين في بلاد المهجر من الجالية العربية والجالية العراقية بذكرى شهادة السيدة رقية وأيضا الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام. تفاصيل أكثر مع زميلتنا رانيا الموسوي من السويد. ما خاب سيدي من تمسك بكم. اعتاد أتباع أهل البيت عليهم السلام في بلاد المهجر على تنظيم مجالس عزاء في عدة مدن سويدية لإحياء ذكرى استشهاد السبط الأكبر وحفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وذكرى وفاة السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام. الحمد لله الذي وفقنا بالمشاركة والخدمة لمجلس عزاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والسيدة رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام في حسينية ومركز أهل البيت في مدينة أوروبور السويد، فكان هو صلوات الله عليه مدرسة للإنسان بكل معانيها، مدرسة للإسلام بكل معانيه، مدرسة للأخلاق للعلم. في مملكة السويد أقمنا اليوم مناسبة استشهاد الإمام الحسن عليه السلام والسيدة رقية. دائما نحن نقيم هذه المناسبات في دول المهجر لمعرفة المجتمع السويدي خاصة والمجتمع الأوروبي بثقافتنا الدينية وأحيانا لهذه المناسبات. وشهدت المجالس عدة فعاليات بالإضافة إلى الكلمات الرثائية التي ألقاها المعزون والتي صدحت حناجرهم بهتافات حسينية ولائية عبرت عن إعلاء كلمة الحق ومقارعة الباطل، والمشاركة كبيرة من أبناء الجالية الإسلامية من عدة جنسيات الذين أوضحوا أهمية هذه المجالس العزائية في تقوية عقيدتهم الدينية من خلال الاطلاع على السيرة العطرة لأهل البيت عليهم السلام. بهذه الوسيلة نلم الأطفال، لا سيما الأطفال والشباب اليانعين، لكي نعلمهم كيفية التمسك بالعصمة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام، ولكي لا ينسوا في هذه الظروف اللي دا نعيشها في الغربة إن شاء الله، لازم إحنا نحاول على حد الإمكان نكثرهم يعني بالوعي والدقة، ونحثهم على المشاركة في هذه المناسبات. إقامة المجالس هي لتوعية الشباب هم أكثر شيء، ونحن الشباب نقدر نجي هنا ونتعلم من المجالس. المجالس بالنسبة لنا صارت مثل المدارس إلنا، لأن المدارس اللي عندنا ما عندنا مثلا علوم إسلامية وكذا، فنجي هنا نتعلم من المنبر، نتعلم من الرادود، نتعلم أصول الدين والعقيدة. في هذه الليلة المباركة أقمنا مجلس للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لأبي محمد الحسن الزكي ثاني أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في هذه المدينة، مدينة أوروبرو. تطرقنا في هذه المناسبة في محاضرتنا إلى المحنة التي تعرض لها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ترسيخا لمصاديق الوفاء للإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن أجل تجديد العهد والولاء والانتماء لأئمة أهل البيت عليهم السلام، اعتاد أبناء الجالية في بلاد الغربة والمهجر على إقامة مناسبات أئمة الهدى في ذكرى شهاداتهم وولاداتهم. لقناة كربلاء الفضائية رانيا الموسوي، السويد.